حكايتنا من قناة ساوند كيوب عندما يعشق الصوت. بتمنى لكم رحلة سمعية ممتعة. حكايتنا النهاردة حكاية غريبة وجميلة في نفس الوقت. فاكرين فيلم الباشا تلميذ؟ أيوة، بتاع بسيوني بسيوني. شفتوا لما إنجي عرفت إن بسيوني ظابط؟ قالت له إيه؟ انهارت وقالت له: ليه كده؟ ليه ادتني كل حاجة وفي ثانية خدت كل حاجة؟ ده أنا اتغيرت عشانك. واتصدمت صدمة عمرها. هو أنا عايزة أقول إيه؟ عايزة أقول لكم إن سنة 1950 كان في دكتور علم نفس اسمه كيرت ريتشي. الدكتور ده عمل تجربة غريبة شوية. جاب شوية فيران وحط كل فار منهم في جردل مصنوع من الإزاز، وملى نص الجراد المية، وولع سيجارته، ومسك ساعته في إيده، وفضل يحسب الوقت ويراقب الفيران وهي عمالة تعوم في الجرادل. كل فار جوه جردل وليه الإزاز بتاعه. قالك عشان الفار ما يعرفش يطلع ولا يخرج. في فار قعد 5 دقايق واستسلم للغرق، والتاني قعد 4 دقايق، وأكتر فار فضل يقاوم الغرق قعد 15 دقيقة وبعدين استسلم. الدكتور كيرت قرر يكرر نفس الحوار ده تاني بس بشوية تغييرات بسيطة. حط الفيران جوه الجرادل الإزاز تاني بس كان بيراقبهم، والفار اللي يحس انه خلاص هيغرق كان يطلعه وينقذه وينشفه ويسيبه يرتاح. كل الفيران عمل معاهم كده، اللي يحس انه هو همد وهيغرق يطلعه وينقذه قبل لما يغرق بشوية، وبعد لما يطلعهم وينشفهم ويرتاحوا قام شايلهم ورميهم في المية تاني. متخيلين؟ طبعا احنا قلنا ان اكتر فار قاوم الغرق قعد 15 دقيقة واستسلم. تخيلوا بقى الفيران لما رموها وحطوهم تاني، تفتكروا قعدوا قد ايه؟ اقل فار فيهم قعد يقاوم 60 ساعة. ايوة، تخيلوا 60 ساعة مش دقيقة. وفي فار منهم قعد يقاوم الغرق 81 ساعة، يعني قعد حوالي 4 أيام يقاوم الغرق من غير استسلام. 4 أيام، اشمعنى يعني طولوا المرة دي؟ اشمعنى طولوا المرة دي في المقاومة أضعاف أضعاف المرة الأولانية؟ قالك لأنه في المرة الأولى كانوا فقدوا الأمل واستسلموا، لكن في المرة التانية لما طلع لهم وأنقذهم قبل الغرق ونشفهم ورماهم تاني كان عندهم أمل. عايزة أقول لكم إن الأمل هو الخيط اللي ممكن يتعلق بيه أي إنسان، الأشياء اللي بيتعلق بيها الغريق. فعلا اوعى تعشم حد وتديله الأمل وتخلى بيه. ممكن يقاوم الدنيا ويتحدى العالم كله علشان عنده أمل وثقة فيك، متفائل إنك مستحيل هتخذله أو تخلى بيه. الفيران قعدت تقاوم علشان عندها يقين ان في حد هينقذهم. الانسان ممكن يتغير 180 درجة لو انسان علقه بحلم، سواء جوازة، شغلانة، كلمة، يحقق له حاجة، يساعده يحقق حاجة معينة. والله ممكن ينام ويقوم بيحلم باليوم ده. ما تقولش لابنك لما تنجح هجيب لك كذا وكذا وكذا، وابنك ياكل الكتب اكل وترجع تخلف بوعدك. في ناس ممكن تعلق أحلامها وطموحاتها على كلمة ووعد منك. وكمان حاجة تانية، ممكن الإنسان قدراته تتغير وتبقى تهد جبال لو نفسيته حلوة. تخيل كده لو قلت لمراتك: حبيبتي ربنا يديك الصحة، ربنا يقويكي على كل حاجة انت بتعمليها لينا، شوف وهي بتعمل هتعمل أضعاف وأضعاف، وانت كمان قوليله كلمة حلوة: ربنا يخليك لينا، انت شايلنا، احنا من غيرك ولا حاجة، بس هون على نفسك، احنا عايزينك انت، انت اهم حاجة عندنا. شوفي الحمل اللي هو شايله والجبل هيتشال، وهيحس انه عايز يعمل اكتر واكتر. وانت كمان اشحنوا بعض ببطارية السعادة، خلوا العيل الصغير اللي جوه ده بيصحى للمدرسة وهو طالع عينه وروحه، بس عارفين لو بكلمة حلوة وطبطبة ودتوله فعلا الحرية والحب والأمان هيعمل زي يوم العيد لما يصحى من الفجر
وممكن يطبق من فرحته. ده أكبر دليل على حديث النبي لما قال لنا الكلمة الطيبة صدقة، ما هي مش صدقة من فراغ، صدقة عشان بتقوي، والابتسامة صدقة عشان بتدفع لقدام. متخيلين ابتسامتك صدقة، الكلمة صدقة؟ تخيل لو دكتور الكلية كده طبطب على كتف الطالب وقال له أنا متأكد أنك قدها. تخيل لو أنت دخلت على صاحبك وقلت له أنت صاحبي اللي واقف جنبي وفي ظهري، ربنا يخليك ليا، لا تنسوا الفضل بينكم. الكلمة، الكلمة يا جماعة، الكلمة الطيبة، الكلمة بتعمل مفعول السحر. ربنا يا رب يسعدكم ويديكم النجاح والوفرة والثراء والنجاح، ويديم عليكم كل حاجة حلوة. في يوم سألوا أو صالح سليم قال لهم عارفين يعني إيه الوفاء بالوعد؟ قالوا له إن الإنسان يوفي بوعده بس مش كل الناس بتقدر. قال لهم ما افتكرش إن في سبب حقيقي يخلي أي راجل حقيقي ما يوفيش بوعده إلا حاجة واحدة. استغربوا قالوا له إيه هي؟ قال لهم الموت. يعني لو انت قد كلمتك قولها، لو مش قدها ما تقولهاش. ما تحملش نفسك فوق طاقتك ولا تعشم اللي حواليك بحاجة، لا تخنق نفسك ولا تديهم أمل. عيش انت كمان بأمل ودي الأمل، لكن الكلمة اللي تقولها حاول على قد ما تقدر توفيها. صدقوني الكلمة اللي هتقولوها هترجع لك أضعاف وأضعاف، يعني لو كلمة محبة هترجع أضعاف وأضعاف. ربنا هو الأمل، ودايما خلي عندكم أمل بالله، وخلي عندكم تفاؤل، ودايما ربنا معاكم، ويجعل لكم في قلبكم نور، وفي خطاكم نور، وفي حبايبكم نور، وفي كل حاجة نور ومحبة في الله. دمتم سالمين وبمحبة وفرحة وبأمل كبير، واشوفكم دايما بكل صحة وعافية يا رب ونجاح ووفرة. من قناة ساوند كيوب عندما يعشق الصوت، أتمنى تكون الرحلة وحكايتنا النهاردة عجبتكم، وإذا عجبتكم شاركوها واشتركوا وادعمونا، وياريت أشوفكم دايما بكل صحة وستر وعافية. معاكم هدى كربوج.